بعد يوم طويل كله هدى حيل دمه كان تقيل قوي واحنا خلصانين وزهقانين محتاجين نشحن قوي هنجيلك حتى لو انت فين نعدل مودنا لمدة ساعتين على الراديو 90 90 ومعادنا مظبوط قوي مش بالليل قوي مش بالليل قوي مش بالليل قوي هنحكي كتير قوي ومعادنا مش بالليل قوي مش بالليل قوي مش بالليل قوي مش بالليل قوي هنحكي كتير قوي ومعادنا مش بالليل قوي مش بالليل قوي مع سالي سعيد على الراديو 90 90 مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90 وحلقه جديده مش بالليل قوي دايما كل يوم اربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 بما اننا يعني بنراقب كده كل ما هو ليه علاقه بصناعه السينما والمسرح والدراما التلفزيونيه عندنا لقاء النهارده انا شايفه ان هو مهم قوي تجربه بنعرضها مهمه جدا 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 لمخرج شاب بيحقق خطوات مهمه في تاريخه وفي نفس الوقت في تاريخ كمان السجل العالمي للسينما والدراما محمد دياب المخرج السينمائي الشهير صاحب أفلام ومؤلف طبعا صاحب أفلام مهمة جدا ومسلسلات مهمة جدا هنتكلم عن تأليفه الطايع مثلا من المسلسلات فيلم الجزيرة 1 و2 أحلام حقيقية أو الأفلام وتجاربه هنتكلم عن تجاربه الإخراجية وأفلام 6 7 8 اشتباك أميرة وأخيرا مسلسل مون نايت أو مسلسل فارس القمر إنتاج شركة مارفل العالمية من إخراجه كاملا فحقيقي كان لينا فرصة ان احنا نتكلم معاه ونشوف ازاي محمد دياب كان يعني شاب زي اي شاب بيحلم او حتى مش عارف شغفه ايه في الحياة لكن قرر ان هو بعد ما عرف ان هو شغفه الفن والكتابة والاخراج فحط عينيه على تارجت معين وحققه هنعرف ده وهنعرف ازاي اهم كواليس اخراج اعماله الفنية كمان شوية بعد الفاصل هيكون معانا المخرج السينمائي الشاب الناجح جدا محمد دياب على الراديو 90 90 في برنامج مش بالليل قوي مش بالليل قوي مع سالي سعيد على الراديو 90 90 منورنا على راديو 90 90 المخرج السينمائي المميز جدا محمد دياب اهلا بيك انا مبسوط ان انا معاكم جدا انا هبدا اتكلم مش يعني اكيد هتكلم على مون نايت بس يعني عايز ابدا مع محمد دياب من البدايه خالص 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 لان انا اللقاء ده انا بعتز بيه جدا لان حابه ان انا الناس تتعلم من التجربة بتاعتك وان ازاي بعد اعمال 6 7 8 اشتباك اميرة والاخ بنتكلم عن طبعا ده جزء الاخراج مش كلنا ما كلمناش على التأليف طبعا بس محمد دياب من موظف بنك مثلا كان موظف بنك ليه مسلسل من انتاج مارفل انا بدأت انا هقولك بقى البداية خالص بقى انسان مش عارف عايز يبقى ايه طول عمره واعتقد ان احنا للاسف في مصر مش عندناش الطريقه اللي بتخليك تعرف لو انت فنان يعني مفيش يعني انا اكتشفت ان انا بعرف ارسم في تانية جامعه بس قبل ما اوصل لتانية جامعه مع ان انا ذكي جدا واخواتي شاطرين ما اهتمتش بثانويه عامه لان انا مش عارف انا عايز ابقى ايه فاذاكر ليه دخلت كليه تجاره وخلصت جيش وخلصت كل حاجه واشتغلت في بنك بس اهلي وانطباع الناس كلها حواليا ان انا شخص مش مركز يعني مش اهتمامه مش يعني لو اهلي يا رب ده يعيش يكمل في الحياه وخلاص مش هدف واضح فمن غير هدف كل حاجه حتى في شغلك ما انتش ممتاز لغايه لما انا طول عمري خدت بالي ما كنتش واخد بالي ان انا مجنون سينما بتفرج على سينما طول الوقت بس عمري ما خدت بالي انها حاجه مهمه لما كنت بشتغل في بنك جات لي فكره فيلم وبيجي لي بقى ممثلين كتار شغلت فيلم شغلني بقالي سنين بس استخفت بقى من قصة ان بيجيلي ممثلين وناس بيشتغلوا في السينما ان انا اقول لهم على الفكرة فمرة واحدة موظف بنك بتشوف ممثلين فجأة انا عايز اقول لهم الفكرة هيقولوا عليا مجنون دول هيقولوا عليا وقعد وراه هو بيسحب الفلوس بقى وعايز يخبي واقول له فكرة واقول له فكرة الفيلم ده كل ده حصل بجد والله فواحد يطنشني واحد يهتم واحد لغاية لما قابلت معز مسعود كان ساكن فوق البنك وبقى اعز اصدقائي في الحياة ولقيته وعرفني على احمد الفيشاوي
واحمد سمع قصة احد افكاري وقال لي لا الفكرة دي جامدة جدا انت مش مكانك هنا. بس بقى هو قال لي الجملة دي وانا رحت بوم مستقيل طبعا تهور قلت على طول قلبه تشتغل تهور. الموضوع ما حصلش بالسرعة دي يعني خد له مثلا ايه 4 شهور من الرغي مع احمد وغيره واحمد عرفني على كذا حد وحكيت له الفكرة وادوني انطباع ان انا ماشي كويس. فبعد ال4 شهور دول برضو كان مشهد تهور وخسرت بسببه كنت خاطب وخسرت حياتي كلها كانت شكلها يعني مستقرة. ولكن واحد صاحبي بعت لي سكريبت كتاب عن السكريبت قريت الكتاب وبعدها بشهر قريت كتابة اول فيلم. تخيل اللي حصل بعته على طول بعت اول فيلم على طول. انا تاني القصة فيها توفيق مبالغ فيه بس اللي انا هقوله لك ان انا لما قريت كتاب السيناريو اكتشفت ان انا من جنوني بالسينما انا بتفرج في اليوم على 3-4 و5 افلام. ابويا كان الطريق الوحيد يعاقبني ان هو ما يخليش اتفرج على افلام فلقيت لك كل القواعد دي جزء من شخصيتي. فاكتشفت ان انا عارف الكتاب ده كويس قوي ولما قلبت السيناريو ده اللي انا قلبته على طول لو كان ايه احلام حقيقيه سافرت بعته حتى ايه بقيت انا مش فاهم اعمل ايه اروح عند بيت منى زكي واسيبه الجو ده اللي الناس بتعمله ساعات الاقي منى زكي بعد سنه بتكلمني انا قريت البتاع ده ده احلى من احلى الحاجات اللي قريتها في حياتي واحمد حلمي لازم نشتغل مع بعض ده من السيناريو اللي كتبته بعد شهر. ففعلا الموهبه كانت موجوده. انا حسيت بما ان الموهبه موجوده وانا كويس انا لازم كمان اخد خطوه كمان ان انا ادرس في امريكا. اللي بس عايز اقوله لك ان اللحظه اللي لقيت نفسي حتى في الدراسه انا طول عمري في الدراسه مهمل رحت الجامعه بجد 2-3 مرات التزام. فلما بقى رحت ادرس في امريكا السنه دي اللي خدت فلوس بشكل يعني فلست اللي حواليا التزام مفيش محاضره فوتها لما ومن هناك بدات ادرك اني انا عايز اعمل بقى انا عندي التعالي بتاع انا عايز اعمل افلام امريكاني هناك ادركت ان انا لا مش عارف اكتب حاجه عن شخصيات امريكيه انا لازم اكتب عن حد مصري. وجات لي فكره فيلم الجزيره ورجعت قابلت احمد مكي اللي هو صديقي اللي تعرفت عليه ثرو احمد الفيشاوي وعرفني على الاستاذ شريف عرفه اللي عملنا معاه فيلم اللي عملت معاه فيلم الجزيره. بس اللي عايز اقوله لك انه فجاه بقى بيتقال لي في وسط الشغل انت شخصيه ان انا الماني يعني بمعنى التزام وركهوليك بشتغل 24 ساعه ما اللي شاغلني في حياتي الشغل. انا لما بقيت اقول ابويا وامي على الشخصيه اللي الناس بتقولها عليا انا انت مين يا ابني انا احنا ما نعرفكش فعلا الانسان لما لقيت مكاني في الترس في العجله بقيت انسان تاني انا ما اعرفوش. لحد النهارده انا في الشغل مواعيدي بتظبط عليها وكل حاجه مش انا يعني الشخص الجديد ده اللي انا كنت تخيلي لو ما كنتش اكتشفت الموضوع ده كنت فضلت طول عمري الشخص النص نص. الانسان لما بيلاقي الشغف بيدي كل حاجه. انا يهمني جدا في النقطه دي ان الناس ما تفهمش ان الشغف بس هو حاجه فنيه. الشغف ده ممكن يكون شغلانه مكان شركه وظيفه مشروع. كنت موظف في بنك وعندك شغف هتبقى مبسوط جدا وتاخد كورسات وتعمل كل ده بالتاكيد. ف من يوميها لما كنت في امريكا ادركت ان انا هرجع هوليوود بس عشان ارجع هوليوود لازم اعمل افلام مصريه. ألفت كذا فيلم منهم الجزيره اللي كان كسر الدنيا والف مبروك وبدل فائد واحلام حقيقيه. ثم قررت ان انا لازم اخرج مشروع والمشروع اللي انا هخرجه ده هو اللي هبدا اخد بيه الخطوات اللي هتوديني تعدي بيها الحدود. خلينا ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا وحلقتنا على راديو 90 90. مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90. ولسه مكملين كلامنا وحلقتنا النهارده مع المخرج محمد دياب ووصلنا للمشروع اللي انت كنا بنتكلم فيه فكره لو مشروع هتبدا تشتغل عليه من اخراجك اول مشروع تبدا تشتغل عليه. انا بعد تجربه التاليف حسيت اني محتاج ان انا اعبر عن شخصيتي. انا اتعمل لي 4 افلام ومبسوط بيهم جدا. هل ده ساعات ممكن يبقى للمؤلف لا المخرج ما عملش اللي كان في خيالي والحاجات دي ولا بيبقى طبعا بس عايز اقولك على حاجة ما عملش اللي في خيالي بس هو عمل تصور ممكن يكون احسن من اللي في خيالي. يعني مثلا فيلم الجزيرة استاذ شريف عرفة عمل فيه شغل عظيم. انما لما اجي اقولك الفرق بين الوردة الحمراء والصفراء هل في حد فيهم احسن؟ تمام استاذ شريف عرفة شايفها حمراء وانا شايفها صفراء. هو الاختلافات الفنية في الرؤية مختلفة. فعشان كده الاخراج ده وجهه نظر مش معناه ان حد صح ومش معناه ان حد غلط. فانا بعد ما الفت 4 افلام وبكتب بشكل بصري حسيت ان انا عايز ان انا اخرج وقررت ان انا اخرج فيلم انا مصدقه تماما. وكان 6-7-8 شفت القضيه في التلفزيون في الجرايد قصدي وتابعتها ورحت المحكمه وبدات تطلع عندي القصه دي.
وكنت حاسس انه دايما انه في طريقة ان انت تقدر تعمل فيلم مصري عدي الحدود. طبعا كنا شايفينها مع ناس كبار زي الاستاذ يوسف شاهين وناس كتيرة جدا يعني يسري نصر الله الاستاذ مع حفظ الالقاب وغيرهم. وفعلا يعني اجتهدت وذاكرت وكنتش ما عنديش اي فكرة عن الاخراج. بس تاني انا حسيت انه لا انا عندي سنس اخراجي، كتابتي فيها سنس اخراجي. بس فاكر اول يوم وانا رايحه اخرج في 6 7 8 بقول للناس يلا بينا، قالوا لي لا في حاجه اسمها اكشن. طب اكشن، طب اكشن، قالوا لي لا في حاجه اسمها رول كاميرا. طب رول كاميرا، لا في حاجه اسمها رول ساوند. فانا مش فاهم خالص الشكل. بس عايز اقول لك ان لحد النهارده بعد 12 13 سنه وانا بخرج مع مارفل، انا في حاجات كتيره جدا مش فاهمها ومش مهتم بيها. انا ما يهمنيش غير الفريم وان اللي جواه يكون صدق تمثيل بس. لا اعرف عدسات ولا مهتم بعدسات ولا الحاجات، انما اقدر اشوف عدسه وحاجه لا ابعد شويه قرب شويه. مش لازم اعرف الحاجات بالتفاصيل الممله. في مخرجين طبعا متقدمين جدا في الحاجات دي، بس بحكي لك اهم حاجه الكور، الجزء اللي جوه، الصدق، انك في الاخر عملت تمثيل حقيقي وصدق وكابشرد لحظه صدق حقيقي. شوف انت بتقول بتحكي عن اول يوم تصوير ومش لا ده اسمه ايه ده اسمه ايه ده، ما عملكش توتر؟ انا كنت بضحك الحمد لله. انا ايه دلوقتي انا بضحك. انا من النوع اللي في ناس بتحب دايما، انا مثلا عمرو سلامه صاحبي يقول لي دايما انا لو قدام في الاخراج لازم ما لو في حاجه ما اعرفهاش لازم اقول ان انا بعرفها في الاخراج عشان يدي ثقه للكل. انا العكس جماعه، ده انا ما افهمش فيه اي حاجه اروح قايلهم قدامهم كلهم كده لانه هيبان على فكره. ده من وجهه نظري. نمره 2، انا ما عنديش مشكله، انا مش ابو العريف وما عنديش اي مشكله ان انا اقول كده. بالعكس انا بتديني ثقه ان انا يا جماعه لا انا عندي ثقه ان انا مش فارقه مش عارف المعلومه دي وعرفهاني وفهمهاني. فلا اول يوم بعد اسبوع لقيت مدير التصوير بيقول لي محمد انت كنت جاي منيح، انا مش مصدق التطور اللي انت تطورته يعني. والحمد لله اعتقد 6 7 8 بالنسبه لفيلم اخراج اول مره يعتبر ممتاز يعني، انا فخور بيه. بعد نجاح التجربه وخصوصا ان 6 7 8 كان قضيه شائكه شويه، فانت اكيد كانت محتاجه مذاكره كويس جدا، مش بتكلم على الاخراج بتكلم حتى على التاليف والشغل عليه. بعد النجاح الكبير للفيلم كان ايه رد فعلك ورد فعل الناس اللي حواليك حتى من الفنانين الموجودين؟ انا شخصيا كنت سعيد قوي انه عمل الحلم اللي انا بحلمه، ان الفيلم ده اتباع في 50 دوله، جاب فلوس في فرنسا اكتر من مصر، اتوزع في 180 سينما في فرنسا، باولو كويلو كتب عنه في البرازيل بعد ما شافه في تلفزيون البرازيل. فانا حسيت ان اللي انا بحلم بيه ممكن يتعمل، وعلى فكره دي عالميه طبعا. انك تعدي الحدود مش معناها بس العالميه، مش معناها هوليوود، العالميه معناها ان انا اعمل مشاعر تسافر، مشاعر انسان حس بيها وعيط وضحك من بلد تانية ومن ثقافه تانية. فده كان احساسي واداني ثقه. بس انا كنت حاسس انه ما راحش مهرجان من المهرجانات الثلاثه الكبار، فكنت عايز حتى اعمل فيلم اكبر منه افضل منه على المستوى الفني يعني. فقررت ان انا رغم ان انا كان عندي فرصه ان انا اعمل فيلم تاني يوم، لا انا هدور على المشروع الجيد مش هاخد مني زي ما ياخد. خد مني قد ايه؟ 5 سنين ونص. لغايه لما خالد في يوم من الايام جه قال لي، خالد اخويا انا عندي فكره دي، قلت له فكره عبقريه انا عايز اخرجها، وبدانا نكتبه مع بعض. الكلام ده تضحيه لان انا ممكن اشتغل كل يوم، انا طول عمري مطلوب كمؤلف وممكن اشتغل كمخرج بعد 6 7 8، بس انا عندي هدف وعارف ان انا عشان اروح هوليوود او اروح انترناشونالي محتاج اعمل حاجه احسن. الحاجه الاحسن دي عايزه مذاكره اطور نفسي كمخرج، وعايز ان انا اخد وقتي في تطوير السيناريو والاقي المشروع المناسب، فمحتاجه تضحيه ماديه. ما انا لو مش هشتغل كل يوم مش هاخد نفس الفلوس. فالحمد لله انا عندي اسره استحملتني واستحملت اللي احنا بنعمله، والحمد لله ان انا لقيت مشروع بعد سنين، والحمد لله انه اشتباك اتعمل وكان افتتاح مهرجان كان، وكل اللي شافوا اشتباك قالوا لي انت ازاي قاعد في بيتكو وتطورت كانك بتشتغل كل يوم. يعني اشتباك فيه تطور اخراجي مختلف تماما. كمان اشتباك تجربته صعبه جدا، اللوكيشن واحد طول احداث الفيلم، فاكيد ده انت بتقول كمان خالد شجعك على الفكره، فانتوا الاثنين. عايز اسالك اصلا سؤال، اخواتك ليهم علاقه بالسيناريو؟ انت سقيتهم وراك ولا كلهم بقى ليهم نفس الشغف؟ انا هقول لك على حاجه، ان احنا كلنا بابانا شاعر ورسام بس دكتور، فهو الدكاتره ما اهتمتش بالموضوع ده انها لدرجه انها تبقى مصدر دخله يعني، او يبقى دي الحاجه اللي بيعملها. فعندنا الحته الفنيه بس عمرنا ما خدناها بجديه. فلما انا عملت كده خالد كمان تبعني، وبعدين شيرين، وانا فخور بيهم هما الاثنين لان هو برضو سابوا. خالد انا غيرت مثلا كاريري عنده 26 سنه، خالد غير كاريري عنده 30، ده حاجه اختيارات قرارات صعبه. وراح درس وعنده 33 سنه يعني. ف
فانا مبسوط ان هم عملوا كده. وانا ما كنتش ايجابي خالص في الاول، انا انتوا جايين عشان تخرجوا عشان اتالفوا عشان انا الفت، لا او كنت يعني قاسي جدا لغايه لما لقيت ان عندهم مؤشرات ان هم بجد عندهم موهبه. وش مراتي بتكتب ساره؟ سارة مش مراتي، سوري سارة دي ما بحبش اعرفها بالشكل ده. سارة مخرجة مصرية تعرفنا وبعدين اتجوزنا وعندها مشروعها الخاص، وهي برودوسر في كل افلامي واول برودوسر في تاريخ مارفل المصرية، كانت هي في مشروع مون نايت، وهي انا ان احنا ناخد مشروع مارفل قدمنا مع بعض احنا الاثنين، يعني تصورنا ده كان تصور مشترك بيني وبينها. حاجة عظيمة جدا. خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90. ولسه مكملين حلقتنا على الراديو 90 90، وضيفنا النهارده المخرج محمد دياب، وبنتكلم على تجربه اشتباك من المنتج الاول تحمس للفكره، خفته، كان ايه كواليس البدايه؟ اول انسان كلمته في المشروع ده كان معز. انا ومعز علاقتنا مش علاقه عاديه، احنا اخوات يعني بكل ما تحمل الكلمه من معاني. وتاني انسان هو حفظ، لان هو شريك في كل الشغل اللي احنا بنعمله في حياتنا. وكان عندي تصور ان المشروع ده صعب بس نقدر نحاول نعمله. كان عندنا مشكله في الوقت والفلوس، لانه فيلم كله زحمه، كله ناس، كله ضرب نار، وكله فيلم كل يوم، وده اصعب حاجه عملتها في حياتي. ولا مارفل تقولي لي ولا اشتباك، ده مفيش زيه في الصعوبه. انا زعقت واعصابي اتحرقت في الفيلم ده، لاني كنت دايما كل يوم عارف انه ممكن يكون اخر يوم تصوير بسبب الزحمه، والزحمه دي بتعمل مشاكل. لما تجيب 500 600 واحد و800 واحد بيتخانقوا، اللي ضرب التاني بالمطوه، واللي فالصعوبه كانت ازاي هتعمل فيلم داخل عربيه وما يبقاش ممل، وبصريا ما يبقاش ممل. فالحمد لله كان معايا فريق ممتاز كل خطوه مشينا فيها، وكنا عارفين ان احنا بنعمل عمليه مستحيله او فيلم مستحيل، لو عملناه كويس هيحطنا كلنا في حتة تانية. لانه اي حد انت ده اللي انا بقوله لك بقى، انك ايه لازم تبدأ من حيث انتهى الاخرين. فبره بيعملوا فيلم عن اتنين مزنوقين في مكان، انا هعمل لك 30 واحد مزنوقين في عربية والدراما لايقة وشخصيات ما تعرفهاش وتتعرف عليها وهتشوف وهتحس ان انت في نهاية العالم. عشان في ناس ساعات تقول لك ايه فيلم ضيق فبلاش، لا لا ده الفيلم كأنه نهاية العالم. وفعلا الحمد لله خد مننا سنتين ثلاثة تحضير. سنتين تحضير بس قبل التصوير، ما بين ان انت بتكتب السيناريو، انا اصلا مرحلتي بتبدا من كتابه السيناريو. فانا ممكن اقول لك تحضير بالنسبه لي يوم ما بدات كتابه السيناريو، كتب 13 مره. عملنا 6 شهور بنيناه العربيه خشب، وقعدنا نشتغل عليها ان الممثلين يجوا كانه مسرح، وكل ده فرق، والممثلين كلهم ضافوا للسيناريو ضافات ممتازه. والحمد لله الفيلم كان افتتاح مهرجان كان، وتوم هانكس كتب عليه. صراحة على موضوع توم هانكس ده كان جواب كده مكتوب، تحكي لي رد فعلك لما تخيلي بقى انا جاي من بقولك اخر فيلم عامله 6 7 8 من 7 8 سنين، ومنسي انا ومش في الدماغ. وبعدين عملت اشتباك فجأة بعد شهر من مهرجان كان، الاقي توم هانكس بعت لي رسالة جواب مخصوص من بيكتبه هو بخط ايده بالآلة الكاتبة، ومعاه ان هو عايزني اخرج له فيلم جري هاوند اللي هو مألفه والبرودوسر والممثل. طبعا انا قعدت مش مصدق، يعني ده جنون. اقرا لك السيناريو اكتشف ان انا مش الشخص المناسب نهائيا للمشروع ده، مش فاهم حاجه فيه، مش مرتبط عاطفيا باي حاجه. فما بين ان انا هنط نطه اللي هو انت مش بتنط نطه، انت بتنط العشر لاخر بتقفز وما بين ان انا خايف بقى ان القفزه دي تدمرني تماما. بيقول لك دايما ان انت لو رحت هوليوود اول مشروع بتعمله تاتو على وشك، فلو وحش هيدمرك. انا خفت ان انا اتبسط بان الناس كلها تعرف ان انا بعمل فيلم مع توم هانكس، بعدين يشاوروا عليا ده اللي عمل فيلم وحش مع توم هانكس. فاهمه؟ كل سنه وانت طيب بقى كل حاجه. فبمنتهى اللي يعني كان اصعب قرار خدته في حياتي ان انا قلت لهم انا مش شايف نفسي انسب شخص لهذا المشروع. كان قرار صعب بشكل وعلى فكره ما تاني يوم ما كانش في مشروع تاني، ولا انا مسنود على مشروع تالت. انا قعدت بعدها اهو 6 5 سنين مستني المشروع التاني. بس انا قررت لان السكريبتات اللي كانت بتتبعت لي ما بتعجبنيش ان انا وساره هنالف مشاريعنا، وقعدنا نالف مشاريعنا وبيعنا مشروعين بالفعل. بس جا كوفيد قتل كل حاجه، واحنا حسينا ان احنا علشان يتعمل لنا مشروع في امريكا لازم نركز. فكان تحدي جديد، اقفل مصر خالص، يلا نسافر امريكا ونهاجر. فمن 3 سنين هاجرنا. وبقى ايه، انت معاك كام؟ معاك 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه دي $50,000، هتروح تعيش في حته في ولايه صغيره في بيت صغير، ودخلك هيبقى يعني اقل من المتوسط. قررت تعيش هناك عشان يعني
تشتغلوا على حلمكم في ان انتوا تعملوا فيلم في هوليوود؟ طبعا وما كانش في اي فيلم في هوليوود ساعتها. انا فاهمه ده فاهمه انتوا بتبنوا بنبني وبناخد مخاطره وعملنا فعلا كده وبدانا نركز في اللي احنا بنعمله والحمد لله أسرتي الحمد لله ان ساره شريكه في الحاجات دي كلها فهي معايا لان اللي بعمله دي قرارات مجانين يعني انا شايف اني عايش في بيت كويس ومستواي هنا الاجتماعي وفي منطقه كويسه جدا هناك صفر هناك مش حاجه اجر بيت قد كده في ولايه رخيصه في ولايه صغيره يعني بدانا من تحت الصفر تاني وقعدنا 3 سنين بعد اشتباك بقد ايه بثلاث سنين لان انا قعدت احاول ان انا اعمل ان انا اشتغل في هوليوود من هنا ما ينفعش التركيز مش نفس البتاع طول ما انت مش قدامهم ما بيعرفوش يبيعوك طول الوقت اللي هو الايجنتس بتوعك وكلاء الاعمال المهم لغايه لما جاء كوفيد خلص على كل مشاريعنا موت انت كنت هناك خلص على مشاريعنا وبقينا ايه بقى في الشارع ما فيش اي حاجه بس شوفي بقى ربنا انت اجتهدت وعملت اللي عليك وعملت مشروعين وموت نفسك فيهم سنتين موت نفسك فيهم وكل حاجه حلوه جاء فجأة من مكان أنا مش متخيله لقيت الايجنتس بتوعي بيبعتوني الوكلاء الأعمال خد المشروع ده بص عليه أنا يوجولي مسميني مستر نو يعني الرجل اللي بيقول لأ كل المشاريع اللي ببعتها لي بقول لأ تعجبنيش ما عجبنيش كتابة حد يعني مش غرورا أنا عايز حاجة على ستايلي وحاسسها كمان حاسسها فلقيت المشروع ده اتبعت لي لأول مرة أحس المشروع ده ممكن أطوره لغاية إنه يبقى مشروع شبه أنا وسارة مشاريعنا فكلمنا الناس بتوع مارفل وشافوا افلامي وقالوا اه تعالى قدم لي هما بيختاروا مين اللي هيقدم خلينا ناخد فاصل ونرجع عشان الموضوع ده سلو لوحده فاصل ونرجع نكمل معاكم مش بالليل قوي على الراديو 90 90 مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90 لسه بنكمل كلامنا النهاردة مع المخرج المصري المميز محمد دياب ووصلنا لنقطة ان فجأة جالك مشروع اللي هو ممكن اطوره اللي هو ممكن اعمل فيه حاجة احس ان هي شبهي وكان مون نايت مين كلمك الاجنسي بتاعتك وكلاء الاعمال بتوعك بيعرضوا عليك كل شوية مشاريع انا يعني 90% المشاريع بتجيلي ما بتعجبنيش فين وفين لما بقدم على حاجة فبعتولي مون نايت قريته قلت لا ده كويس اللي انا قريته ده فيه يطلع منه حاجه وجهه نظري في شبه يعني ممكن اطلع منه حاجه حلو انا وساره طيب نعمل ايه اتكلم مع البروديوسر بتاع مارفل شاف افلامي عجبته جدا وقال لي لو عايز تقدم قدامك اسبوعين عشان احنا كنا بنخلص خلاص كنا نختار ناس فقدامك اسبوعين طب اعمل ايه بعتلي كل الكوميك بوكس بتاعت مون نايت انا ما اعرفش عنه اي حاجه بدات اعمل بقى دكتوراه في مون نايت ولمده 12 يوم انا وساره ما بننامش بنحاول نعمل برزنتيشن ان احنا نفهم المشروع يعني ايه بقى برزنتيشن انا لما بخرج اي مشروع بيبقى لي تصور يعني ايه شايف مين الممثلين شايف تونه يعني ايه تونه ايه يعني بيضحك لدرجه ايه بيزعل لدرجه ايه شبه افلام ايه الاكشن هعمله ازاي الاديت هعمله ازاي المزيكا اللي انتوا شفتوها دي النهارده اقترحناها بتديله مثلا يعني لو مثلا المزيكا بتديله مثلا زي المزيكا اللي انا هحطها اللي انت شفتيها دي النهارده دي كانت موجوده فعلا؟ اللي انت شان مزيه وتواصلت معاه شان مزيه انا بتكلم على الاغاني اوكي الاغاني العربي اللي كانت موجود العربي الممثلين اللي انا متخيلهم هجيب مصريين هوريكم مصر الحقيقيه الدراما تتطور ازاي يعني مثلا ان في هو بطل عنده شخصيتين فعجبتني قوي انا وساره ان الشخصيتين يتخانقوا على واحده تخيلي واحد عنده شخصيتين بيتخانقوا على واحده فدي كانت فكره ما كانتش موجوده في السيناريو شخصيه الفيلن كانش اي ليه ارتباط خالص بالحضاره المصريه فاحنا ده اللي عملناه انا وهي الدراما انها تبقى عميقه لدرجه ان الحلقه الخامسه تعيط الناس دي كلها ما كانتش موجوده فدي كلها كانت جزء من البرزنتيشن هنعمل ايه وهنطور الاشرار ازاي وهنطور الابطال ازاي اللحظه اللي خلصنا فيها البرزنتيشن انا قلت لساره عكس اللي قلته في توم هانكس انا قلت لها ده مش مشروعي انا مش هعرف اعمل مش هعمله احسن واحد قلت لها المشروع ده لو احنا ما خدناهوش يبقى في حاجه غلط في العالم عشان احنا تصورنا ممتاز رأيي وده اللي حصل فعلا صفونا معرفش 10 ولا كام واحد وبعدين صفونا لثلاثة يقدموا قدام رئيس مارفل وقدمنا قدام رئيس مارفل وبعد شهرين كلمونا شهرين بقى انت مش عارف ده انت هناك ده انت هناك لسه في امريكا برضه شهرين باكل من الزبالة بقى شهرين كلنا متوترين وفاكر اليوم سألوا كل انسان اشتغلت معاه في حياتي ما هو اكبر مشكلة بالنسبة لمارفل ايه ان هذا الشخص هيغير طريقته فهم كانوا دي النقطه اللي بيسالوا عليها فسالوا كل انسان اشتغلت معاه اللي اشتغلت معاه في فرنسا واللي اشتغلت معاه في ابو ظبي واللي اشتغلت معاه في مصر واللي 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 واللي, واللي في الاردن شهرين بيسالوا عليا لغايه لما في الاخر كلموني في يوم وانا كنت انا ولادي ومراتي على البحر لقيت تليفون من البرودوسر محمد انت اخترناك للشغلانه الناس بقى شافتنا بقى مجانين بقى بنرقص في الشارع
مش مصدقين الحلم يعني، مش مصدق ان انا عارف انها لحظه فارقه وهتغير حياتنا. وبدأ وانت كنت مرشح مثلا اوسكار ايزاك في المشروع مثلا، كنت مرشحه لسه؟ احنا لسه هنتكلم عن الحوار ده كتير قوي، لان اوسكار كمان ليه اصلا شعبيه موجوده في الوطن العربي، وحتى لو هو مش ادواره يعني كتير، بس الوطن العربي تحديدا كمان، مش هقول لك العالم، من العالم اوريدي واخدين بالهم من اوسكار ايزاك وطبعا ايثن هوك وكده. بس تجربه حقيقيه مميزه انت بتحكي على موضوع امريكا ده، انا مصدومه ما كنتش اعرف ده خالص. بصي، مفيش رحله، مفيش حد بيوصل بسهوله، ولازم تبقى جريء، ولازم تاخد مخاطرات في حياتك. فاوعي تشوف، انا لما بشوف حتى، معلش انا عارف المثال ده مش هيعجب الناس، مثال ام ان ام ولا شعبان عبد الرحيم، الناس دي حتى مهما انت كنت شايف ان هم مش بيمثلوا اللي انت عاجبك، الناس دي عندهم قصه كفاح وقصه رهيبه، ولازم كل واحد ورا نجاحه مهما كان مش عاجبك، حسن شاكوش هتلاقي وراه قصه رهيبه. ف الوصول اللي انا بدات ادركه بعد ما بفكر، جزء منه كبير ان انا من اول يوم متخيل ان انا هروح هوليوود، جزء منه كبير ان انا حاطط في دماغي ان هوليوود دي حاجه انا عايز اوصل لها. انت ساعه درست هناك؟ انا مش عايز اقول لك من قبل ما ادرس من هناك. انا كنت مقابل واحد صديقي الدكتور محمد فتحي الصحفي الشهير، وفكرني ان انا لما قابلته قبل ما اسافر وقبل ما اعمل اي حاجه، قلت له على فيلم امريكاني اللي انا بالفه وباسماء شخصيات امريكيه، قلت له هعمله في هوليوود قبل ما ادرس وقبل ما اي حاجه. فالقصه شغله دماغي طول عمري. هي انا مبسوطه قوي ان الشغف في عينك كده، بحب السينما وبحب الحاجات اللي انت محققها. طيب كلموك بقى، ايه اللي حصل بعدها بعد ما كلموك؟ قلت بقى انت وساره خلاص احنا دخلنا في الجد بقى، احنا دخلنا في الجد قوي. من ساعتها سنتين ما شفتش قدامي، من ساعتها لغايه دلوقتي. قلت لكم موافقه يعني انت بالظبط شهر 8/2020 28/20 وبعدها قالوا لي احنا عايزينك. من ساعتها بقى خلاص، من ساعتها انا مختطف بتحضر. انت بتحضر 8 شهور، ده في عمر ديزني مش كتير، في عمر مارفل مش كتير، 8 شهور بتحضر. صورت بعدها في شهر 4 السنه اللي بعدها، فمن 8/4 مثلا يعني يعتبر 8-9 شهور. وطول الوقت في التحضير هم حاسين ده مش كفايه خالص، وفعلا انت كميه الكلام بقى على الجرافيكس والمش عارف ايه، وترسم وبتقعد ترسم المشاهد قبل ما تعملها، وي وي وي. ففي عالم مارفل احنا ما يعتبرش اعداد كافي. اكيد التجربه دي اثرتك جامد 100%. وفي حاجات انا كنت مش متقبلها، يعني انا سبونتينيوس قوي، يعني تلقائي كده، بحب ان انا اروح اشوف اللوكيشن واختار وقتها التصوير. الكلام ده مش في كل حاجه، في بعض الحاجات كنت تلقائي في مارفل، وفي حاجات لا، يعني مشهد الاكشن لازم ترسمه قبلها بشهور تقعد ترسمه، وكل الناس توافق عليه، وكل الناس تبقى عارفه هتجيب ايه ومش هتجيب ايه. فانا طبيعتي انا في ساعتها، فانا ما كنتش عاجباني فكره ان انا هخرج كرتون. انت بترسم وبعدين بيتحول لكرتون متحرك، بتخرج عليه وتقعد تعدل ستوري بورد، بتحول لحاجه اسمها بريفيز، يعني بريفيز فيجواليزيشن للموضوع، فبيتحول فعليا كرتون مشهد، يعني انت المشهد بتشوفه. ده افادني جدا بعد كده، اكتشفت انه حاجه مهمه جدا. انا بخرج قبل ما بخرج واقعد افكر في المشهد بالشهور. روح اللوكيشن بقى خلاص اعصابك رايقه. روح في اللوكيشن عارف ان هم 20 شوت شكلهم عامل ازاي، معمولين ازاي، فبيبقى الموضوع اسهل بكتير. يسهل في الوقت كمان جدا، لان يوم الاكشن ده بيبقى يوم غالي، فانت عايز 1-2-3-4. طيب خلينا نتكلم برضو عن اختيارك للتمثيل، الممثلين الموجودين في المسلسل، انت بتشارك مع الانتاج طبعا ولا بيبقى انت لوحدك ولا ايه؟ يعني طبعا هنا الوضع في مصر غير هوليوود في تنفيذ الاعمال الفنيه. لا بالتاكيد اي حاجه زي ما قلت لك هتتعامل مع مارفل وانت جزء منها، طالما انت اليوم اللي انت they hired you انت جزء من كل القرارات. بس زي ما حكيت لك، انت من الاول بتبقى فاهم انك جزء من منظومه، يعني انا بقترح وهما لازم يوافقوا، وهما يقترحوا ولازم انا اوافق، فهي كلها عمليه تفاهم بيننا كلنا. فاوسكار ايزك لما اسمه اتطرح طبعا كلنا كنا مبسوطين من الاسم، كان المشكله ان هو مش موافق اصلا، ما كانش موافق، هو كان عنده مشكله ان هو لسه جاي من ستار وورز وما كانش مبسوط من التجربه، حس ان اسمه اتحط في ستار وورز بس مفيش دراما، هو اتحط اسمه كده والمشروع نجح، بس هو ما كانش في استخدام ليه، كان لسه عامل دون مشروع كبير، وكان لسه عامل اكس مان، فهو زهق من المشاريع الكبيره. فشاف افلامي الفيلمين اميره واشتباك، وعارفه قال لي ايه؟ مش هتصدقي، قال لي محمد ايه، لا انت عامل افلام عظيمه، انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ فقعدت اضحك، قلت له هو رايه ان هو خاف ان ده يكون مشروع خفيف من مشاريع مارفل او مشروع بتاعه،
فقلت له لا انا ناوي ان انا هنحاول نطور الدراما فتبقى شبه مشاريعي، وده اللي انا وانت هنحاول نعمله. وقعدنا شهرين بقنعه انك تمضي، ان انت ثق فيا، ان مش عارف ايه. نفس الكلام حصل مع ايثان هوك، شاف افلامي مضى من غير ما يقرا سكريبت. دي حاجه عظيمه قوي، دي حاجه عظيمه حقيقي وتدعو للفخر كمان. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن تجربه مون نايت، وبعدها نرجع نكمل. يلا بينا. مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90. لسه مكملين حلقتنا على الراديو 90 90، وضيفنا النهارده المخرج المصري محمد دياب. اختيارك بقى للاغاني المصريه والفيدباك اللي جه على المسلسل والاغاني كمان العربيه اللي موجوده، الفيدباك اللي جاي من بره عن الاغاني، اختيارك للاغاني كان ليه؟ وفي نفس الوقت طبعا عشان مود مصر والحضاره، بس قصدي ليه الاغاني دي بعينها؟ وفي نفس الوقت رد فعلك على او الفيدباك اللي حصل بعد العرض للمسلسل. انا من الشخصيات اللي بتسمعش اغاني كتير، فالمتخصص في الاغاني في البيت هي ساره. ساره مصريه امريكيه، مصريه الأب والأم بس عايش طول عمرها في أمريكا، فعندها الذائقة بتاعت الغرب، عارفة يعني إيه الغرب بيسمع إيه. وفي نفس الوقت جدها يبقى عبده داغر العازف العالمي والموسيقار العالمي الله يرحمه، فتعرف كويس قوي إيه اللي من أغانينا هيعجب الغرب. فسارة من البرزنتيشن كانت مختارة أغاني، وسارة من البرزنتيشن كانت حاطة أغنية وردة تنزل على تتر مون نايت، وأنا كنت بنبهر. انا كمخرج كنت بقول ده حلو او لا، بس الاختيارات كلها اختيارات ساره 100%. حتى الاغنيه الامريكاني اللي بتبدا الشو اللي هي اغنيه امان وذاوت لاف تحولت لرقم واحد على مستوى العالم في شازام في امريكا. فاختياراتها الاغاني بصراحه كانت اغنيات اختيارات هايله، ومن نجاح الاغاني بقت حديث اكتر من ساعات حديث الحلقات. ايه ده اغنيه مش عارف ايه اغنيه ايه، والناس بقت مستنيه التتر عشان الاغاني. فانا سعيد جدا جدا باستخدام الاغاني، سعيد جدا جدا الناس بقت فخوره بفننا، المصريين بقوا شايفين ان فننا حلو، سعيد ان المراهقين بقوا بيسمعوا عبد الحليم ونجات وصباح وورده، سعيد ان الكبار سمعوا شويه مهرجانات وعرفوا انه في بعض منه فن حلو وبيعجب الاجانب وبيعجب العالم. فاللي انا فخور بيه عامه ان المشروع ده في الاخر محسوب انه ورا الكاميرا ناس مصريين، قدام الكاميرا مصريين، المزيكا عاملها واحد مصري، والاغاني عاملينها مصريين، وعجبت الغرب كله كل اللي احنا عملناه، فالناس رجع لها ثقه بان احنا فننا حلو. انت اللي اخترت هشام نزيه؟ انا هشام نزيه لما سمعت موكب المومياوات خلص الموضوع. كلنا انبهرنا. خلص الموضوع. قلت المارفل انا عايز هشام نزيه كذا كذا كذا، لا احنا عايزين نجيب واحد امريكاني، طب اسمعوا موكب المومياوات، طب نجيب معاه واحد، قلت لهم لا. ده انا بقول لكم ده هيطلع 100 100. راحوا رجعوا، راحوا اختفوا كده ورجعوا لي مش عظيم موكب المومياوات. نفس الكلام مع احمد حافظ، هم طبعا متحفظين مع الناس اللي هم مش فاهمينها مش عارفين يسالوا عليها. احمد حافظ عامل مونتاج لاخر حلقتين ولا كان عامل الثالثه والرابعه؟ الثالثه والرابعه. هو كل المونترين كل واحد بيعمل حلقتين، احمد عامل الثالثه والرابعه وعامل شغل هايل. انت طبعا رشحته بالتاكيد، وفخور ان هو عمل، وهم الاثنين رفعوا راسي جدا يعني، وريم العدل وعلي حسام رف كل الناس والممثلين المصريين. يعني من كام يوم كان بيكلمني مخرج لمشروع جديد لمارفل اسمه بليد المشروع، لقيته بيقول لي محمد اللي انت عملته بانك جبت الكرو بتاعك، جبت الناس اللي بتشتغل معاها ونجح ومارفل مبسوطه منها، خلانا ان كل واحد فينا يقدر يجيب اللي هو عايزه. فتح عندهم ده ان كل واحد يجيب الكرو بتاعه. ودي قرار مش دايما مارفل بتحبه. مارفل بتحب ايه؟ انا انت تيجي بس احنا هنديك كرو من عندنا. فالحمد لله نجاح المجموعه دي خلاني يعني فتح ابواب لناس كتير. ايه بقى فكره السوبر هيرو المصريه دي؟ فكرتك ولا كان؟ لا مش فكرتي، دي فكره مشتركه. انا مش فاكر مين فينا اللي طلع بيها بصراحه، بس هي فكره مشتركه لازم اشكر فيها مارفل واشكر فيها الوقت. احنا حظنا حلو ان احنا في زمن دلوقتي هوليوود بتحاول تكفر فيها عن سيئاتها اللي هي عملتها في تمثيل الثقافات الاخرى بشكل سطحي، فالنهارده في تمثيل للثقافات بشكل افضل. واهم حاجه ان الموضوع ده يكون بيكسبهم فلوس، فلما يعملوا بلاك بانثر اللي هو بطله اسود افريقي ينجح ويجيب فلوس $1 مليار، لما يعملوا البطل الاسيوي شانكشي ينجح ويجيب فلوس كتيره جدا، لما يعملوا مون نايت ينجح ويجيب فلوس كتيره جدا. فالنهارده بقت تأييد الثقافات الاخرى ومساندتها بقى بيكسب، وده موضوع مهم انا كنت مهتم بيه.
ان لما نعمل مشروع بطله مصريه لازم الناس تحبها. النهارده الناس حابه ليلى لدرجه انا متاكد انه هيعملوها شغل وحدها. انا حاسه كده برضو. طب انت مي انت اخترتها من مسلسل رامي؟ اه طبعا مي انا وساره كنا حابينها جدا في مسلسل رامي. كان في كذا حد احنا بنفكر فيه بس كنا حاسين ان مي هي اللي هيرسى عليها الموضوع. الناس تبقى عارفه مسلسل رامي ده مسلسل امريكي بيتعرض في هوليوود وكمان بطله مصري امريكي. مصري امريكي وقصه عن واحد مصري. مسلسل مهم جدا. فبعتنا لها ساره بعت لها على انستجرام احنا عايزينك في مسلسل مارفل. قالت افتكرتنا بنهرج ولا بنقول اي كلام مجانين على انستجرام اللي هو عادي بقى. وسالت المانجر بتاعها وطلع الموضوع جد يعني. فبس مي ممتازه كانسانه وممتازه كفنانه وانا متنبئ لها ان هي هتروح في حته بعيده قوي كستار يعني. هي عايشه اصلا مصريه بس عايشه في ولا مش مصريه اصلا هي مصر مواطنه فلسطينيه وعايشه طول عمرها في البحرين وبعدين راحت الامارات 5 سنين وبعدين عايشه في امريكا دلوقتي. اسرتها عايشه في امريكا انما هي مصريه بالتاكيد وهي هي معتزه بكل ثقافتها العربيه جدا يعني. طيب خلينا ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل. خليكم معانا مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90. ولسه مكملين حلقتنا على الراديو 90 90 وبرنامج مش بالليل قوي. ضيفنا النهارده المخرج محمد دياب. ما بعد مون نايت او لا خليني اقول بقى مش ما بعد مون نايت خليني اقول بعد رد الفعل وبعد ما كنا يعني في عز رمضان كان بيتعرض مون نايت في عز رمضان ولو تعلمون يعني ايه في عز رمضان والناس بتستنى الحلقه كل اسبوع بتراقب ده ازاي وانت كنت قاعد بره ساعتها لسه ما رجعتش فاكيد متابع السوشيال ميديا المصريه واكتر من هناك كمان. فانت تقولي رد الفعل هناك الغربي وقت عرض المسلسل وهنا احسسك بايه؟ طبعا هنا ليه حدوته ثانيه بالتاكيد. انا بدات اتعرف اكتر على قد ايه مارفل دي منتشره. مارفل دي ممكن يعني مش ممكن انا ما شفتش انتشار في الشكل ده. انا كان احد المنترين بتوعي هو منتير ذا بويز وده مشروع مشهور جدا. لما شاف الرياكشن على مشروعنا قال انا ما شفت كده في حياتي يعني اي حاجه مارفل ده جنون. فامريكا حتى في امريكا يعني انا عايز اقول لك مراتي لو انا مثلا عندي معاد دكتور والدكتور بيقول لي كمان 3 شهور تقول لهم معلش ده اللي اخرج مون نايت بكره الساعه 9. فالموضوع فعلا انت مش متخيله حتى في امريكا. ولكن انا اللي انا ما كنتش متوقع على الاطلاق هو رد فعل المصريين لان انا كنت المشروع بيتعرض في رمضان وديزني ما نزلتش مصر. فلما لقيت فجأة جنون والناس كلها بتشارك المشروع وبتتكلم عليه وبتعلق عليه حلقة بحلقة في كلام ورأي عام على الجروبات اللي علاقة بالأفلام. أنا عايز أقولك أنا زي الأطفال كل الرياكشنات العالم دي كلها حاجة ومصر كوم تاني. سكرين شوتس بقى عندك على موبايل. أولا سكرين شوتس أخدها عشان لما تشتم في يوم الأيام بحطها أفكر نفسي أن أنا الناس كانت بتقول كلام كويس. نمرة 2 كل شخص تقريبا عمالي لايك عملت له لايك يعني حب يعني مش ممكن. انا كنت مبسوط ازاي برياكشن المصريين وبالذات فخرهم بشكل مصر وفخرهم ان ده مصري اللي عملوا. العيال الصغيرين اللي بيتفرجوا على مارفل تحت ال 15 16 سنه اللي معظمهم متغرب الفكر انه مصري يعني يتفرج على اجنبي والكلام ده كله لما شاف انه اللي عمل كده مصري واستخدم فن مصري واحنا عندنا حاجات كولة اهو يا جماعه. فده حسيته انه رجع لناس كتير الايدنتيتي بتاعها. انا فخور ان انا مصري انا متشاف انا مش قليل احنا موجودين احنا كول احنا اغانينا كول على فكره. ابهات كتير بقوا يبعتوا لي يقولوا لي ابني الاول مره يسمع بحليم ابني اول مره يسمع ورده. ايوه دخل في حاجه هم يعني فجاه لقى الحاجات اللي بيحبها انت دست له الحاجات دي جواه بالظبط فبقت كول. فده اكتر حاجه كنت فخور ورده ستايل بقى بقوا يسمعوا ورده ونجات وصباح. فانا سعيد جدا بالتاثير ده وعايز اقول لك انه ده اهم عندي تاثير في الدنيا يعني اكيد العالم كله مقلوب بس مصر بالنسبه لي كانت اهم تاثير على الاطلاق. طيب خليني اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا. هل انت لو هتعمل مشاريع تانية عالميه برضو هتركز في فكره ان هو لا انا لازم اظهر مصر بجد لازم ما اقصدش يعني اقصد انت عايز تدخل دايما فكره المصريات بتاعتنا سواء في الثقافه في اللوكيشنز التصوير في الاماكن في الحدوته نفسها. انا دايما بقول ان انا بحاول انا قاعد في هوليوود دلوقتي مركز وعندي 3-4 مشاريع بطورها. اللي بعمله دلوقتي ان انا بحاول ادخل مصر في كل جمله مفيده عندي. ده حتى في فيلم ساينس فيكشن انا مالفه انا وساره من 5-6 سنين ملوش دعوه باي حاجه عايز احط اللوكيشن يبقى كانه متصور في مصر. ف الخبر الجيد ان انا شفت انه ادوني انطباع انه الدوله هنا ادتني انطباع ان شاء الله لو في تصوير هيسهله لي. انا ناوي ان انا اجيب تصوير تاني في مصر وفي فرصه دلوقتي لتحسين شكلنا بره
وهوليوود بتحاول تكفر عن ذنبها انها تدي للي زينا فرصه ان هم يعبروا عننا، فانا عايز اعمل مشاريع موجهه للغرب فيها شخصيات عربيه ومصريه، فده شغلي الشاغل. محمد دياب بعد كده ممكن ما يشتغلش مثلا في اعمال مصريه ويبدا كل شغله بره بس؟ لا طبعا الكلام مش هيحصل. انا نفسي ابقى زي الفونسو كورون. الفونسو كورون ده مخرج مكسيكي مشهور بتاع جرافيتي. برافو عليكي. بيعمل فيلم في امريكا وفيلم في المكسيك، فده اللي انا بتمناه. وافلامه اللي في المكسيك قد ساعات تكون اعمق من افلامه اللي في امريكا، وده انا فاهمه لان انت في الاخر صوتي الحقيقي وثقافتي وخبرتي جايه منين؟ من هنا. فانا عايز بس احط رجلي كويس هناك، بس بالتاكيد عمر مصر ما هتطلع من دماغي، وعمر افكار مصر منجم الذهب بتاع الدراما ده عمري ما هنساه. طب خلينا ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل. يلا بينا فاصل، ده حاجه هتموت مني. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90 90. ولسه بنكمل كلامنا وحلقتنا على الراديو 90 90 ومش بالليل قوي مع المخرج محمد دياب. عارفه ان هو مضغوط والنهارده كان يوم لقاءات كتير جدا، بس خليني اقول لك ان التجربه الانسانيه كمان عندك مهم قوي. انت بتحكي عن تجربه ورحت عشت في امريكا، انا بشوف ان الحاجات دي لازم تتبروز او تهايلايتد كده عليها. انا ببقى عايزه برنامجي، انا ببقى بقول انا معايا المخرج محمد دياب، معانا ريمي العدل، معايا بيحكي عن تجاربهم وكواليسهم، بس برضو لازم ادي للناس فكره الحلم اللي انت مصدقه عشان تحققه. ده انا بحب ان انا ابينه حتى في البرنامج عندي، لان اكيد كل فنان بيعمل جوه العمليه الفنيه بيتعب وبيشقى وكل حاجه، بس كم واحد بيشتغل بشغف وبحب قوي عشان يحقق اللي هو عايز يعمله. محمد دياب اعماله في التاليف كتير قوي كسرت الدنيا، زي طايع في الدراما مثلا، الجزيره في الافلام كان في دراما، سهام المارقه ده اللي كان في بالي اسمه. هل ليك ايديولوجيه معينه او فكر معين دايما بتحب تبينه من خلال فنك؟ بحب يعني لو في سطر واحد انا بحب اعمله، انه انا بحب الرمادي، ما بحبش الابيض والاسود، ما بحبش الخير المطلق ولا الشر المطلق، بحب اشوف البشر بلونهم الطبيعي. قصدك رسم الشخصيات؟ في رسم الشخصيات، وده اهم حاجه عندي، ان البشر رمادي. ساعات النظره الغير ناضجه بتاعت زمان، ان انت تقول ده ابيض وده اسود والبشر كلهم خير وشر، بتخلينا ما بنعرفش نتعامل مع بعض. تكتشفي زوج او زوجه بتتعامل ساعات زي ما كلنا فينا ابيض واسود، تبدا تتخض، ايه ده هو الناس فيها ابيض واسود، انا فاكر قصدي فيها رمادي، انا فاكر الدنيا ابيض واسود. لا، الدنيا رمادي والبشر رمادي، ده بيخلينا نتقبل ونتفهم. الاشرار مش اشرار زي ما انت متخيل، حتى انت تبدا انا فاكر لا ازاي ده شرير، ده انا شفته بيعمل حاجه خير. يا حبيبي ما هو الشر جزء منه انه ممكن يعمله واحد خير جدا، احنا بشر. فانا مهتم جدا ان كل افلامي، حتى لما عملت مون نايت شخصيه الشرير دي انا وساره اللي مطورينها، انها شخصيه ما كانتش شريره بالشكل، ما كانتش عندها مبادئ، كانت شخصيه مجرد شرير للشر، بقى شخص من وجهه نظره بينظف البشريه وعايز ينقذها، وده معظم الشر الكبير قوي بيجي من الناس فاكره انها بتنقذ البشريه. فانا ده بحب ده في اشتباك، مش مهم ايديولوجيتك ايه، افتكر ان كلنا شبه بعض. فده اللي انا بحاول اعمله في كل افلامي، وكل ما بنضج اكتر بحس ان انا بزودها، وببقى ان الرمادي بيبقى اكتر، الرمادي بيبقى اكتر، لا الخير مطلق ولا الشر مطلق. طيب نرجع لحاجه مهمه قوي، مين من النجوم والفنانين في هوليوود او حتى في مصر ممثلين تحب تشتغل معاهم جدا؟ في هوليوود نفسي اشتغل مثلا مع واكيم فينيكس، مع توم هانكس، دول الناس عبقره. وساعات عايز اقول لك ان انا ما عنديش اي مشكله اتعامل مع حد مش عظيم، لان بيبقى تحدي ليك ان انت تطلع حد مش عظيم وتحطه في حته اكبر. مصر ناس كتير، انا هقول لك اتعاملت مع ناس كتيره جميله جدا، ونفسي في ناس كتير ما اتعاملتش معاهم. نفسي كريم عبد العزيز عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. الناس اللي ما اشتغلتش معاها يعني بحب هند صبري جدا، نفسي اخرج معاه اعمل معاه حاجه، منى شلبي جدا، منى زكي جدا، وفي الاجيال الجديده كتير، مش عايز ابقى ناسي حد. بحب احمد مالك، وبحب علي قاسم، بحب كريم قاسم، ناس كتير مش عايز انسى حد، محمد ممدوح، محمد فراج، في كتير. اي حد بيمثل كويس اتمنى اشتغل معاه. وانت في امريكا كنت بتتابع اللي حاصل في سوق الدراما دلوقتي، والمسلسلات القصيره بقت دلوقتي طالعه ترندي اكتر في مصر، انت وجهه نظرك في اللي حاصل في سوق الدراما دلوقتي وسوق السينما؟ انا عامه من الناس اللي مقدره قوي الناس اللي بيعملوا دراما في مصر، بقول تعمل لهم تماثيل، لانك تعمل، انا بتكلم بالذات على 30 حلقه، انك تكتب حلقه في وقت قصير زي كده وتخرجه في وقت قصير زي كده، ده ستيفن سبيلبرج لو عرف الموضوع ده هيعمل لهم تماثيل. طبعا
لان انت لازم تشوف المنتج مقارنه بوقت العمل. فالمنتج اللي بيطلع مهما نديتي له درجه فهي عظيم. شوف الاختيار مثلا بيبقى مسخنين تصوير مثلا في وقت قريب وتلاقي ايه ده ليه هيعملوه ازاي بقعد اسال نفسي عم معش كده بقول لك يتعمل لهم تماثيل ان هم في الوقت القليل ده بيعملوا شغل بالمنتج ده. انت عارفه لو هو عندهم وقت اكتر يعملوا حاجات تبقى قد هوليوود يعني. ف كانت على الاختيار عشان كمان صعوبه تنفيذه ومليان تفاصيل كتير طبعا. بصراحه اللي بيحصل ده معجزات بالنسبه لي. انا بحب اخد وقتي قوي يعني. لو هجيلي الاختيار ده هعمله في 5 سنين مش بهرج. طيب حاجه تانية برضو مهمه قوي اسال عليه محمد دياب, فيلمك الجاي ايه او انت البروجكت اللي شغال عليه ايه دلوقتي من غير ما تحرقه من غير اي حاجه؟ انا عايز اعرف. انا هقول لك بمنتهى الصدق, انا عندي حوالي 4 أو 5 مشاريع. في مشروعين انا وساره كاتبينهم اوريدي فيلمين, وفي مشاريع تانية بنخترعها, وفي مسلسل او حاجه. هل دي مفيش ولا في حاجه فيهم اللي هو خلاص شبكنا هتتعمل؟ اصلا جالك عروض كتير في الوطن العربي اكيد بعد المسلسل. بيجي لي بس انا بصراحه مش هينفع دلوقتي ان انا اضيع الفرصه بتاعه ان الباب مفتوح ان انا اعمل حاجات في هوليوود. فانا قاعد شويه دلوقتي. فعندي حوالي 4-5 مشاريع هعمل فيهم اللي انا لسه كنت بتكلم عليه, اللي هو اظهار ثقافتنا بشكل او باخر, او يبقى شخصيه عربيه او مصريه فيهم بس هي موجهه للغرب. يعني حاجه فيها شبه مون نايت كده, نفس التوليفه, مش نفس التوليفه الخياليه الكبيره بس نفس توليفه الشخص ان في شخصيه عربيه او مصريه في الموضوع. وده حاجه انا مهتم بيها. في التعامل مع مارفل انت حسيت ان غير الصعوبات اللي انت حكيتها او التجربه لما بتقول ان هي اثرتك وعلمتك كتير او استفدت منها كتير جدا جدا جدا, مفيش مره اشتبكت مع حد مثلا هناك او اختلفت في وجهه نظر فقلت لا جواك يعني خلاص مش هشتغل انا مش قادر اكمل؟ كل يوم. كل يوم بيحصل ده؟ كل يوم. ما انت لما عندك وجهه نظر, انا واحد جاي من ان انا البوس, انا بعمل كل حاجه وبختار كل حاجه. هنا البرودوسر واحد زي كنت بتعامل مع واحد زي حفظي او المنتج الفرنسي بتاعي, ارائهم استشاريه, بيتعاملوا بطريقه ممتازه وارائهم استشاريه. امريكا الموضوع مختلف, فانا جديد عليا. ولكن انا ادعي ان احنا عرفنا نوصل لطريقه تعامل مع بعض, كنا كلنا محترمين بعض, وان هم قربوا لي زي ما انا قربت لهم. وعشان كده الناس بتقول ان المشروع بتاع مون نايت طعمه وشكله واحساسه مختلف عن مشاريع مارفل العاديه, ودي حاجه انا فخور بيها. بس كل يوم عشان ازقه خطوه يمين سنه, دي كانت زق وكلام مع ده ومع ده ومع ده ورغي وتغيير في السيناريو وخناقات في كل الاتجاهات. بس ده بيحصل برضو زي ما بقول لك, مفيش فيلم بتعمله من غير حرب, حرب طول الوقت. فانا سعيد في التعامل مع مارفل, والتعامل ده اللي انا داخليا كنت انا ببرطم داخليا ده, لانه كمان في حاجات كتير جدا هم فادوني بيها. انا مش بدعي ان انا صاحب الراي الصح طول الوقت, لا, هم عندهم نظره كبيره في الدراما ونظره كبيره في الـ في الـ في الـ في تصور المشروع بشكل ممتاز يعني, وعلموني كتير. ناخد فاصل ونرجع نكمل, خليكم معانا. مش بالليل قوي مع سامي سعيد على الراديو 90.90. ولسه على راديو 90.90 مكملين كلامنا النهارده مع ضيفنا المخرج المميز جدا محمد دياب. كلمنا معاه عن تجربه مون نايت, المسلسل اللي كسر الدنيا مش بس في مصر ولكن في العالم كله. اتكلمنا معاه عن تجارب كتير من اشتباك بقى 6-7-8 الاميره. بس التجربه اللي جايه, انت قلت ان في مشاريع ممكن تشتغل فيها في هوليوود. محمد دياب احلامه ايه اللي جايه غير هوليوود؟ لو انت احلامك حتى على المستوى المحلي. انا احلامي الاساسيه ان انا اعمل افلام بتعبر عني, وانا عندي مجموعه افلام دايما اقول لمراتي انا مش عايز اموت قبل ما اعملها. انت كنت بتحلم ان تاخد الاوسكار, تاخد الحاجات دي بقى, ومهرجان كان مثلا. لو تساليني على الجوائز, انا عايز اكسب كل الحاجات دي. ما هو في حاجتين مختلفتين, انا عايز اعمل افلام عامله ازاي, وعايز الافلام دي تكسب كل الجوائز دي. اكيد انا انسان طماع, وكل فنان في الدنيا بيبقى رغم ان شايف ان انا بقى ناجح وبتاع هوليوود, جوايا انا عايز اخد الختم ان انا كويس. انا عارف ان دي حاجه تبدو غريبه شويه, بس احنا في شغلانتنا الفنيه دي انت كل يوم بتبقى عايز حد ياكد لك انك كويس. ف لو شفتي حتى يوسف شاهين في افلامه كان بيتكلم على الجوائز واهميتها بالنسبه له, انها شغله دماغه, موضوع مهم. انت مصريه فاكر, وبتوتره جدا يعني, كان حاجه مهتم بيها جدا. كان هياخد جائزه التمثيل, فاكر المشهد بالظبط, وتاثر جدا جدا جدا. المهم, فنفسي اكسب كان بالتاكيد, ونفسي اكسب اوسكار, واللي اهم منهم زي ما قلت لك اللي يوصلني ليهم تكون افلام انا راضي عنها وافلام انا مبسوط منها. ف دي احلامي, وهسعى لها بان انا اعمل الافلام اللي انا عندي افلام, انا بجري ورا افلام بقالي 10 سنين و15 سنه.
افلام في فيلم معين بشتري الرايتس من فلان وبعمل مش عارف ايه. ففي افلام بقالها سنين عايشه جوايا نفسي اطلعها. طب اصلا انت ممكن تشتغل تجربه تاليف بس ولا خلاص لا انا هشتغل هالفه وهو هخرج؟ لا ممكن اعمل تجربه تاليف برضه بس ما تخرجهاش. ممكن يعني دي مفتوحه لسه برضه. شباب كتير بتشتغل في الفن سواء بقى في الاخراج او في التاليف او في التمثيل، بين قوسين التمثيل عشان ده كتير بيبقى الناس عايزه تمثل. نصيحتك ليهم ايه؟ خصوصا انت حكيت لي دلوقتي قصه تدرس حقيقي، قصه السعي والشغف كمان بالحاجه اللي انت بتحبها، وان انت وصلت مهما كان في مسافات وفي كوفيد جالك كورونا وفي العالم كله وكده، بس كنت حاسس ان انت هتوصل لده. نصيحتك ليهم ايه؟ نصيحتي ليهم انه لو اجتهدت فرصك في النجاح اكبر، انا مش هقول مؤكده، بس لو ما اجتهدتش مستحيل ان انت هتوصل. يعني دلوقتي لو في فرصه واحده فتحت، بس في شباب بيقول لك انا في ناس بتنجح كتير بسهوله عشان هم عندهم هم ترندي او الحاجات اللي انت مش بتحصل برضو. انا مش هدعي ان هو ده السبب الوحيد، مش هتحصل، قصدي انا اسف، بتحصل عندك حق، بس على الاقل انت اعتبر دول مش موجودين في الحياه، اعتبر انت لوحدك في سباق مع نفسك. انا هقول لك عن تجربتي الشخصيه، انا اجتهدت وقررت لو ان المفروض ان انا اعمل الفيلم اذاكر 100 ساعه انا هذاكر 300 و400 و500، بحيث ان انا كان في مدرس وانا بدرس قبل كده في امريكا قال لي لو كتبت سيناريو كويس قوي ورميته من الشباك هيتعمل. اوكي، كتير جدا شباب يبقوا لسه في اول السيناريو وبعتين لي سيناريوهات والنبي والنبي، وفاكرين انه انت لسه مش جاهز. في يوم من الايام الباب هيتفتح لك، انت جاهز عامل حاجه عظيمه، اللي هو مش ساعات كتير الناس بتعمل حاجه، انا اسف في اللفظ، بالكلمه الامريكاني بيسموها شيت بلس 1. يعني ايه؟ يعني شاف فيلم وحش ويقول ده انا ممكن الف احسن منه. ايوه حبيبي، انت ممكن تالف اوحش من الوحاشه دي، انما انت المفروض تشوف فيلم خد اوسكار وتقول انا هل اقدر اوصل لحاجه زي كده. طب لو كتبت سكريبت بالشكل ده هيتباع ولا لا؟ 99% هيتباع. لو بعرف امثل بالشكل ده اكيد هتاثر الطريقه على نفسك. فالمذاكره والاجتهاد هي طريقك الوحيد. التوفيق ممكن يجي لك وممكن لا، انا صريح معاك، ممكن يجي لك وممكن لا، انما الاجتهاد هو طريقك الوحيد للوصول. انا مبسوطه جدا ان انت كنت معايا على راديو 90 90، حقيقي مبسوطه بالتجربه اللي انت حكيتها كلها، واتمنى لك يا استاذ محمد حقيقي مزيد من النجاح، وان انت فعلا تحاول او انت حامل على عاتقك زي ما بيقول فكره ان انت تنشر ثقافتنا المصريه بشكل او اخر في الدراما والافلام الهوليوديه. اتمنى ان انا ربنا يوفقني في الكلام ده، واتمنى نجاح مون نايت يفتح ابواب لفنانين مصريين وعرب كتير، ولو حصل في مشروع تاني وانا متفائل. كلامك بقى قالك ممكن ما ترشحني حد في مارفل وبتاع اكيد كتير بتهرج، بس على فكره انا بعمل اوديشنز وعملت اوديشنز لمصريين كتار، وناوي ان مشروعي القادم لو انا جبت 20% مصريين المره الجايه اجيب 50%، فان شاء الله ان شاء الله نجح بقى تشرف براحتك، المسلسل نجح بقى تشرف براحتك. الحمد لله، وان شاء الله نفتح باب بيخلي الصناعه بتاعتنا تتطور اكتر. شكرا جدا، نورتني على راديو 90 90، وسعيد ان انت كنت معانا. ميرسي، باي باي. باي باي، متشكر ليكوا قوي.